معكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، مرحبا بكم، حياكم الله عند عادل أوتو قنيطرة قدام جامع بدر. معكم أخوكم عادل كيما العادة. ندخلوا شي بياسات شي سيارة جداد، بغينا نوريهم لكم. أما الإخوان السيارات اللي جاو، كاين هذيك المرسيدس، كاين هذيك الكيا سبورتاج 2019، مليحة الطوموبيلة تبارك الله، بلاكة ألف خمسة طايحة، هذه بلاكة ألف خمسة كيما قلت لكم. السيارة تبارك الله مليحة بزاف، هي اوتوماتيك دوليتر المليح، موتور سي ار دي. هاد سي ار دي راه هو اللي كتركبو الهيونداي، يعني الا بغيتي هيونداي ما وصلتيش للثمن بحال هادي. دابا الثمن ديالها 19800، الثمن الاخر 2019 الهيونداي بعناها ب 23، ونفس الموتور حيت الكيا ناقصه شويه، ها اما هو راه نفس الميكانيك. سيارة زوينة تبارك الله، تمام، زوين زوين بزاف. عفوا يا اخويا، صحابي كنصور وانا ما صورتش من قبيله، كنهضر كنهضر ما صورتش والو. لا حول ولا قوة الا بالله، معليش انا عاود من الاول. قلنا هي من الداخل اللهم بارك، نقية وخا ما مغسولة ما والو. عند مولاها عندنا هي ضربة 130,000، الريجل تورد فيتاس، كل شيء عامر، الطوموبيل اوتوماتيك، ميكرو اند تاكتيل اندرويد، الصالون جديد تبارك الله، كان مغلف، حنا اللي حيدنا له الغشاء. كما قلت لكم عندنا مشكلة دابا في اللافاج، وكاين شي اصلاحات في المحل، داكشي علاش سمحوا لنا وصافي. اما الصالون بقي تبارك الله، والثمن راه مناسب، جد مناسب، 19800 هو البيع. جوان 19، طوموبيلة مليحة تبارك الله. سد أودي ذاك الباب، مليحة الطوموبيلة تبارك الله. بزاف ديال الحويجات كنراعيهم في الثمن، والله ما بغيت. الدري اللي معايا قال لي 20.5، قلت له لا صافي، غير داخلة هكاك ديال 19800 ما فيها ما نحرق راسي مع الصاوب شويه، قاد صاوب قاد. ثمن مناسب، اللي بغاها مرحبا، الطوموبيله مليحه، توكل على الله جدي المليح. والله قلت لهم رولنا مع الاصلاحات، ما فينا نبقاو ناقشوا الناس الثمن. صافي قدي اللي عيط لك 19800. هادي راه 2 لتر الاخوان، يعني 1500 درهم ضريبة. الصالون نقي تبارك الله. ها انتوا الاخوان كيما قلت لكم، راه ما كاين لا غسيل لا والو. عندها اصلا بنوات القداميين ناقصين، هو كاين واحد هاد السكور راه مزيان، البنو القدامي ناقص شويه الصراحه، هذا يقدر يركب القدام، هذا ناقص ما عجبنيش، يعني هذا يولي سكور والسكور يولي هنا، هذا هو العيب اللي في هاد الطوموبيل، هما هاد البنوات القداميين، اما الورانيين مزيانين. كاين هاد المرسيدس سي 220 2011 فاز 2 2011 ديوانة 2000 و الاخر ديال 2015، نقية الطوموبيل، مازال ميم السيكية ما مغسولة، غير مسح هاد الدري، لأن عندها واحد الضربة في هداك الكوسان، حنا نصوبوه هنا ان شاء الله، يعني لا ياخذ يعرفوا مصايبها هذاك وهذا. هذا العيب الوحيد اللي كنعرف في الطوموبيل، هذه رافاز 2 فيها الفولا نوفو اوتوماتيك، ثمن 16800 قابل شويه للنقاش. الصلافاج
لافاج وهذاك الكرسي على حسابي. مرحبا. واخا راه مشغولين والله ما عندنا الوقت، ولكن لا غالب ما انا ما كترضانيش نفسي نعطي لشي واحد طوموبيله بهذيك الحاله. كاين هاد الميغا 2019 مليحه الطوموبيل، ميغان كات مانيال نص عمارها. كاين هاد الإيفان إيسانس، كاين بي إم سيري كات و بي إم سيري سات لداخل. ميغان 3 بروميير مع 2012 مليحة تبارك الله العمورية كاملة. هادي فيها الثمن 10800 قطعتها للسيد ب 10.5، عمورية كاملة، فرانا ما بضو، ريغيلاتور فيتاس عمورية كاملة، ضربة 196000، غير كتبعد عليها كتسد بوحدها، كتقرب كتحل من هنا، مليحة هادي. وكاين هذيك الكادي وهاد الكرافان أسترا موتور. مرحبا. توارق 2017 بروميير مان تبارك الله مليحة. هيونداي توكسون 2017 مانيال 20.5 جران سانتافي 2017 انتريسين قادو معاش فيه. تيغوان 2013 ديوانا 2018 الايرلاين العمورية الكوير توا بانوراميك اوفرون المليح 2013 ديوان 2018 ثمن 20.800. مرحبا الاخوان اللي بغا شي سيارة، مرحبا.